حمص حي الخالدي 29/12/2012 آثار الدمار بسبب تواصل القصف العشوائي من قبل عصابات الأسد على الحي. تدمير للمباني السكنية في الحي. بسبب القصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. حمص حي الخالدي 29/12/2012 هذا ما سببه القصف المتواصل من قبل عصابات الأسد على حي الخالدية بحمص. حمص حي الخالدية أثار القصف الصاروخي على الحي من قبل عصابات الأسد.